حلقة جديدة مشاهدينا الكرام من مال وأعمال أقدمها لكم أنا حنان عاطف. هنستضيف في حلقتنا النهاردة الأستاذ محمد كمال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية للحديث عن تحركات مؤشرات البورصة المصرية في أسبوع. كمان هيكون في ضيافتنا الدكتور محسن السلموني أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن للحديث حول تحذيرات رئيس الوزراء البريطاني بصعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد. لكن البداية دوما مشاهدينا مع أبرز الأخبار. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، حيث اطلع الرئيس على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من عدد من لجان الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور جوني أرنست، حيث أكد الرئيس السيسي اعتزام مصر مواصلة جهودها بالتنسيق مع الشركاء بهدف وضع حد لهذه الحرب التي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة. وفي اجتماع آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي حسن عبد الله واطلع الرئيس السيسي على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من عدد من لجان الكونغرس الأمريكي برئاسة السيدة السناتور جوني إرنست، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الوفد الأمريكي حرص خلال اللقاء على تأكيد الأهمية التي توليها مختلف المؤسسات والدوائر الأمريكية للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي، منوهين في هذا السياق إلى الدور المصري الراسخ في حفظ الأمن ودعم جهود السلام في المنطقة، وكذا دور مصر الجوهري منذ اندلاع الأزمة بغزة، سواء على صعيد الجهود المشتركة للتهدئة أو الدور القيادي في تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية. وموضحين أن زيارتهم الحالية للمنطقة تأتي في إطار دعم مسار التوصل لاتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين ووقف إطلاق النار وخفض التصعيد بالمنطقة. وفي هذا السياق شدد السيد الرئيس على خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة، مؤكدا اعتزام مصر مواصلة جهودها بالتنسيق مع الشركاء بهدف وضع حد لهذه الحرب التي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة، ومحذرا في هذا الصدد من الخطورة البالغة للتصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية الذي يزيد بشدة من مخاطر تعقيد
تحديد الموقف الإقليمي، مشددا على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد بالأراضي الفلسطينية والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه دوليا ويحظى بشرعية كاملة بشأن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وبما ينقل المنطقة إلى واقع جديد يسوده السلام والعدل والأمن بشكل مستدام، بدلا من الوضع الحالي الذي يمدر بالعنف والدمار وإهدار مقدرات الشعوب. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى الأوضاع بالسودان، حيث أكد السيد الرئيس مواصلة مصر لجهودها المكثفة لوقف إطلاق النار وعودة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني ودعم جميع المسارات التي تؤدي للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة بالسودان ويحفظ مقدرات شعبه الشقيق. كما تناولت المناقشات الأزمات المختلفة التي تعاني منها دول المنطقة، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت بدعم كيان الدولة الوطنية واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وتماسك مؤسساتها الوطنية على النحو الذي يمكنها من القيام بدورها وملء الفراغ الذي يتسبب في انتشار الإرهاب. وقد أكد أعضاء وفد الكونغرس الأمريكي تقديرهم البالغ للمواقف المصرية، مؤكدين مواصلة التشاور والعمل المشترك بين البلدين لتحقيق أهداف السلام والاستقرار والتنمية بالشرق الأوسط. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي السيد حسن عبد الله، حيث اطلع السيد الرئيس على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك بندا في الموازنة العامة هذا العام يتضمن 12 مليار جنيه لتعويضات النفع العام. وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة إلى أن الحكومة لاحظت ارتفاع أسعار الخضروات نظرا لارتباطها بأسعار فاصل العروات، موضحا أنه سيتم إدخال عدد من السلع بجانب السلع الاستراتيجية ضمن منظومة ضبط الأسعار. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك سيناريوهات وضعتها الحكومة تحسبا لأي تداعيات أو توسع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفا وضعنا عقود تحوط على المنتجات البترولية لتأمين احتياجات الدولة. وقال رئيس الوزراء أن الحكومة قررت أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيها وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيها، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بما يسهم في سد احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية فضلا عن زيادة دخل المزارعين ورفع مستوى معيشتهم، علاوة على زيادة تشغيل المصانع بأقصى طاقة ممكنة. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، برحب بحضرتك يا فندم. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. في البدايه تحدث رئيس الوزراء عن ان الحكومه لاحظت ارتفاع اسعار الخضروات، وده طبعا نظرا لارتباطها باسعار فاصل العروات. في رايك كيف يمكن تشجيع المزارعين على زياده انتاج المحاصيل الاستراتيجيه المهمه، بالتاكيد بما يسهم في سد احتياجات السوق المحليه، مش بس كده كمان تقليل فاتوره استيرادها من الخارج؟ هو بالتأكيد الحكومة عينها على المواطن، ونبض المواطن هي مسألة أساسية، وبيتم قياس
للرأي العام، بيتم قياسات للأسعار، والحقيقة الحكومة بتتابع أيضا ما يصدر عن أرقام أو معدلات التضخم. مؤكد التعامل مع هذا الأمر بإعادة النظر في قطاعين هامين للغاية في إطار الإصلاح الهيكلي، وقطاع الصناعة وقطاع الزراعة. وإحنا يمكن الحقيقة بنلمس مجهود كبير للغاية خلال الأشهر الماضية، والحقيقة فيه اهتمام كبير للغاية بقطاع الصناعة وقطاع الزراعة. ما يتعلق بقطاع الزراعة بالتأكيد بيحتاج الأمر لعدة أمور. كل التحديات اللي واجهت المزارع خلال الفترات الماضية، سواء كما يتعلق بالأسمدة، ما يتعلق بعملية الري، ما يتعلق بتكاليف النقل، ما يتعلق بالعمالة وما إلى ذلك، كل ده بيتم دراسته وتقييمه. والحكومة الحقيقة بتراجع أسعار التوليد وخاصة للسلع الأساسية والاستراتيجية كل فترة زمنية، حتى لو كان السعر اللي بيتم التوليد على أساسه أعلى من السلعة المثيلة اللي يتم استيرادها من خارج. الحقيقة الحكومة بتشجع من خلال هذا عملية الزراعة. ويمكن مع دخول الأراضي المستصلحة اللي هي نتحدث في إطار المشروع القومي للاستصلاح الزراعي، احنا بنتكلم على 4.5 مليون فدان، بتدخل كل فترة زمنية جزء من هذه المساحة لعملية الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق. لكن بالتأكيد الأمر يحتاج لمتابعة، وهو ده اللي يمكن أشار إليه دولة رئيس مجلس الوزراء، إنه الحكومة لما بتلحظ إنه في موجة من ارتفاع الأسعار في عروة أو في فترة زمنية معينة، الحكومة بتتحرك في هذا الإطار بزيادة المعروض أو البحث عن بدائل أو مسارات أخرى للتحرك. وبالتالي إحنا الحقيقة أتصور خلال فترة قادمة سوف يتزايد حجم المعروض من السلع في الأسواق، وده هيكون كفيل بفكرة إنه المغالاة أو الجشع أو الاستغلال من بعض التجار اللي هم الحقيقة زيادة عدد قنوات التوزيع هو الحقيقة، وزيادة عدد الوسطاء هو اللي الحقيقة بيؤدي لموجة ارتفاع الأسعار. وإحنا الحقيقة شو شايفين إنه في توجه سياسة من جانب الحكومة لإقامة السلاسل الخاصة بالأسواق، سواء كان الجملة أو نصف الجملة، علشان يبقى مفيش مزيد من الحلقات الوسيطة اللي من خلالها بيكون هناك في ارتفاع مبالغ في الأسعار. طيب دكتور هشام، وحضرتك أستاذ التمويل والاستثمار، أيضا دولة رئيس الوزراء أشار إلى أنه هيتم إدخال عدد من السلع بجانب طبعا السلع الاستراتيجية ضمن منظومة ضبط الأسعار اللي حضرتك تحدثت فيها. برأيك وتوقعاتك للسلع الجديدة التي يمكن أن تشملها المنظومة في الفترة القادمة؟ بالتأكيد إحنا نتحدث عن عدد من السلع هي بالفعل مدرجة في إطار موضوع ده، ما يتعلق بقى بالسكر، ما يتعلق بالرز، ما يتعلق بالزيوت. بنتكلم يمكن الامور اللي كان فيها زيادات خلال الفتره الماضيه زي الدواجن او البيض او غيره، بيتم مراجعه كل هذه الامور. واتصور انه هذه المساله بتتغير من وقت لاخر، بمعنى انه لما بيكون في هناك حاله من الاستغلال بترصدها الحكومه، فالحكومه بتتحرك. فعايزين نقول او نؤكد على انه المحاصيل مش هتستمر ثابته زي ما هي، لكن في اطار المراجعه لو الحكومه رايت انه في محاوله من البعض لاحداث ممارسات احتكاريه ورفع الاسعار على المواطن او المستهلك، من اجل احكام السوق بالفعل. صحيح، وصلت الفكره. بشكرك جزيل الشكر الحقيقه دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار، على كل ما تفضلت به من معلومات. مشاهدينا الكرام، إلى الشأن العالمي، حيث رفعت الحكومة اليابانية تقييمها الشهري للاقتصاد للمرة الأولى في 15 شهر بسبب علامات على تعافي الاستهلاك، كما رفعت الحكومة رؤيتها للإنفاق الاستهلاكي للمرة الأولى في أكثر من عام بسبب مرونة الإنفاق على السلع. وذكرت الحكومة في تقريرها لشهر أغسطس أن الاقتصاد يتعافى بوتيرة متواضعة وأجزاء منه فقط تتوقف عن النمو، بعدما أشارت في تقرير يوليو إلى أن الاستقرار أوسع انتشار. ومشاهدينا، بعد الفاصل لقاء مع الأستاذ محمد كمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، لتحليل تحركات مؤشرات البورصة المصرية في أسبوع. ابقوا معنا.
برحب بحضراتكم مشاهدينا من جديد. وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للسوق EGX 30 بنسبة 21% ليغلق عند مستوى 30,774 من الألف نقطة، بينما ارتفع EGX للأسهم EWI 70 الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5% ليغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 7.76 من ألف نقطة. كما أغلق مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا على ارتفاع بنسبة 14% ليغلق عند مستوى 10.148 من الألف نقطة. ومشاهدينا، للمزيد من التحليل والنقاش ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ محمد كمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني خلينا نتكلم عن تحليل مؤشرات البورصة المصرية ورأي حضرتك في الأداء. طيب خلينا الأول نقول أن المؤشر الرئيس البورصة المصرية يمكن كان مستهدف نقطة 30,000 نقطة، والحمد لله إحنا اجتزناها. هي يمكن من أسابيع قليلة كان في أزمة في الأسواق العالمية، بداية بالأسواق الأمريكية والإعلان عن معدلات أو عدم تخفيض للفايدة في من قبل الفيدرالي الأمريكي، ويمكن ده بعديه السوق الأمريكي بتراجع بشكل كبير جدا، ثم تلا جميع الأسواق العالمية والأسواق العربية ومنطقة الشرق الأوسط كان في حالة من حالات التراجع. الحقيقة يمكن السوق المصري مش بمنأى عن مثل هذه التراجعات، ولكن يمكن التراجعات كانت تراجعات قليلة بعض الشيء. احنا شفنا ان السوق او المؤشر الرئيسي البورصة المصرية تراجع 800 نقطة بس، وثم ارتفع مرة اخرى وعوض الانخفاضات اللي حدثت، ثم تلا ارتفاعات وصولا الى اليوم الى 30,700 نقطة. اعتقد ان احنا بنستهدف نقطة 32,000 نقطة، ثم 34,500 المنطقة السعرية اللي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يمكن دي القمة اللي نزل منها منذ أشهر قليلة. الحقيقة يمكن بنتوقع مزيد من الارتفاعات، وخاصة مع بداية المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي في أكتوبر القادم. أعتقد كل هذه الأمور بتعزز من صعود السوق وصعود البورصة المصرية. وأيضا الملاحظ في الأسبوع الحالي وختام الأسبوع الحالي النهاردة، يمكن عودة المستثمرين الأجانب والعرب إلى صافي الشراء في البورصة المصرية، سواء في الأسهم أو أيضا إلى السندات وأدوات الدخل الثابت. الحقيقة يمكن دخول ورجوع القوي للمستثمرين الأجانب للسوق المصري بيعزز من الارتفاعات الحالية. نعم. طيب أستاذ محمد، حضرتك اتكلمت عن أداء مؤشرات البورصة خلال جلسة النهاردة، حابين نتكلم عن تقييم حضرتك لأحجام التداول خلال التعاملات النهاردة. أيضا يمكن أحجام التداول، احنا بنتكلم النهاردة بنتداول النهاردة جلسة النهاردة كان أحجام التداول حوالين 6 مليار جنيه، ويمكن أعتقد أن ده رقم مقبول جدا ورقم كبير. يمكن احنا منذ سنوات بسيطة كنا بنتداول حوالين 1 مليار جنيه في الجلسة الواحدة، ويمكن أقل بكثير، يمكن كنا من 0.5 مليار إلى 1 مليار في الجلسة الواحدة. النهاردة احنا بنتداول حوالين 6 مليار، أعتقد أنه هو رقم مرضي بشكل كبير جدا. بنأمل وبنطمح أن احنا نزيد من أحجام التداول في الجلسة الواحدة، وأعتقد ده هيتحقق مع بوجود إدراجات جديدة في أسواق المال، سواء اكتتابات حكومية أو اكتتابات خاصة، وتوقع الشخص أن احنا ممكن نشوف مع بداية الربع الأول من العام القادم عودة مرة أخرى للاكتتابات الحكومية. وأعتقد أن ده هيكون يمثل زخم كبير للسوق، وهيمثل إضافة كبيرة للسيولة في السوق. نعم. طيب أستاذ محمد، وحضرتك عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، حابة أخد حضرتك في زاوية أخرى ومحور آخر في النقاش، يعني تقييمك لأداء مؤسسات الدولة، وكمان عايزين نتطرق لمسألة تعاملات المصريين العرب وكمان
بين الأجانب خلال التعاملات النهاردة؟ هي يمكن عودة المستثمرين العرب والأجانب بشكل كبير ليها نقطة إيجابية مهمة جدا، وزي ما قلت لحضرتك أن النهاردة شفنا أو على مدار الأسبوع عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى للاستثمار داخل بورصة الأوراق المالية، سواء في سوق الأسهم أو سوق السندات وأدوات الدخل الثابت. الحقيقة يمكن ارتفاع العائد على الأذون والسندات وأدوات الدخل الثابت الحقيقة مشجعة بشكل كبير جدا للمستثمرين الأجانب، وأيضا دخول الاستثمار العربي في سوق الأسهم، وده ملاحظ جدا، وانتقائهم للشركات. يمكن احنا عندنا شركات وقطاعات، يعني ممكن نتكلم على قطاعات كثيرة، مش هنقول شركات ولكن قطاعات مهمة جدا وقطاعات واعدة. عندنا القطاع العقاري المحبب إلى المستثمرين المحليين وأيضا المستثمرين العرب، عندنا قطاعات كثيرة مثل قطاع البنوك، كل هذه وقطاع الأغذية والمشروبات، كل هذه القطاعات بتولي اهتمام كبير جدا من قبل المستثمرين العرب والأجانب أيضا في دخولهم في سوق الأوراق المالية، لأن هو سوق جاذب بشكل كبير، ونتائج أعمال بتكون جيدة جدا، وأكثر من يعني كل ربع بيحقق أكثر من الربع السابق. يمكن احنا شفنا نتائج أعمال بعض الشركات نتائج مبشرة جدا، واعتقد ان احنا ممكن نشوف أيضا نتائج أعمال كبيرة جدا، ودخول أيضا بعض المطورين العقاريين في القطاع العقاري في الأسواق الخليجية بيعزز من نتائج أعمالهم بشكل كبير. نعم. طيب حضرتك تحدثت عن قطاع العقارات وأبرز القطاعات اللي تم زيادتها في البورصة المصرية النهاردة. البورصة الحقيقة أغلقت على ارتفاع، يعني أهم نقاط الدعم والمقاومة بالنسبة للمؤشر الرئيسي. طيب احنا كان عندنا نقاط الدعم والمقاومة، خلينا نقول الأول ان احنا كنا كان في احنا ماشيين في زون او منطقة سعرية ما بين 29800 وكنا 30100، او المنطقة السعرية بتاعة 30050 30100. يمكن احنا كنا قعدنا اكثر من اسبوع ما بين النطاقين دون، والحقيقة ان احنا قدرنا ان احنا نخترق حاجز المقاومة المهمة عند 30100 30050 نقطة. المنطقة السعرية ديت اعتقد ان هو اصبح نقطة دعم مهمة جدا عندي، ويمكن الدعم الأول عند المؤشر الرئيسي البورصة المصرية هو 30100 في المنطقة السعرية، ثم النقطة المقاومة التالية هي نقطة 32000 نقطة. أعتقد أن احنا بنرتكز أو ارتكزنا فوق 30100، دي نقطة دعم أولى. وعندي نقطة دعم تانية النقطة اللي أنا قلت لحضرتك عليها اللي هي 29800، أعتقد نقاط الدعم ديت نقاط مهمة جدا في حال ارتكازي. يعني نقدر نقول أستاذ محمد أنه ممكن المؤشر الرئيسي يلام 32000 نقطة؟ اعتقادي ان احنا ممكن نشوف 32000 نقطة، يعني في الربع الحالي على مدار شهر 9 ان شاء الله ممكن نشوف 32000 نقطة. احنا النهاردة 30700، اعتقد ان 32 مش بعيدة، ممكن نشوفها على مدار جلسات الشهر القادم بإذن الله. يعني اعتقادي ان احنا ممكن نشوف الربع الأخير كمان من هذا العام ان احنا نلامس القمة التاريخية اللي احنا وصلنا ليها اللي هي عند 34500. من المتوقع ان احنا ممكن نشوف قمة جديدة في المؤشر الرئيسي. طيب ده أستاذ محمد هيخليني أسأل حضرتك توقعاتك لأداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب أتوقع بإذن الله ان احنا نشوف الأسبوع القادم مزيد من الارتفاعات. زي ما قلت لحضرتك انا عندي نقاط دعم ونقاط قوة، نقاط مقاومة. يمكن نقاط الدعم عندي المهمة هي ارتكازي فوق المستوى السعري عند 30100 او 30050 المنطقة السعرية، ده الدعم الأول. والدعم الثاني عندي عند 29800. الحقيقة يمكن المهم ان انا ما نزلش تحت المنطقة السعرية ديت، مستهدف ان انا اروح عند 32000. من المتوقع طبعا ان احنا نشوف بعض جلسات جني الأرباح نتيجة لارتفاعات الجلسات المتتالية، ممكن نشوف جلسة او اثنين عمليات من الجني الأرباح، وممكن نشوف بعض الجلسات بتمشي بشكل سايدوي او بشكل عرضي، وبنستهدف زي ما قلت لك نقطة 32000 ان شاء الله. انا بشكرك جزيل الشكر الحقيقه استاذ محمد كمال، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للاوراق الماليه، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم لحضرتك. اذا مشاهدينا الكرام فاصل ونعود ونلتقي مع الدكتور محسن السلموني استاذ الاقتصاد بجامعه لندن للحديث حول تفاقم الازمات الاقتصاديه في بريطانيا، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. إذن تنتظر بريطانيا إجراءات اقتصادية صعبة في ظل الأوضاع الراهنة بعد تحذير رئيس الوزراء كير ستارمر بأن الوضع أسوأ مما كانت تتخيل حكومته نتيجة الأزمة التي تعاني منها البلاد وأدت بالطبع إلى تفاقم الأوضاع. وأعلن ستارمر اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة لتحسين الوضع واستعادة الثقة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا في الاستوديو دكتور محسن السلموني أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. مساء الفل عليك. مساء الخير. في البداية يعني لو حضرتك تطلعنا عنا على أهم الأسباب اللي أدت لتفاقم الأزمة الاقتصادية في بريطانيا. بريطانيا بتمر بأزمة اقتصادية، والأزمة الاقتصادية البريطانية مش من دلوقتي، لأن الحكومة الحالية اللي هي الحكومة العمالية هي ورثت أزمات اقتصادية كبيرة من الحكومة السابقة اللي هي الحكومة المحافظين، وكان سببها يمكن بوريس جونسون هو اللي بدأ بالمشاكل دي. إنجلترا عندها مشكلة كبيرة، مشكلتها بدأت البريكزيت، الخروجها من أوروبا، ودفعها لأوروبا في حدود 53 مليار جنيه استرليني عشان تخرج من أوروبا. أدت إلى ده المشاكل الاقتصادية الناتجة عن مشكلة كورونا. بعد مشكلة كورونا واجهت بريطانيا وأوروبا مشاكل اقتصادية خطيرة نتيجة الحرب الغير مباشرة، وهي حرب روسيا وأوكرانيا، والتمويل الغير مباشر لأوكرانيا، تمويل مالي وتمويل عسكري. النهاردة النمو الاقتصادي البريطاني انخفض. النهاردة بريطانيا الاقتصاد في مؤشر اقتصادي مهم قوي اللي هو بالإنجليزي اسمه GDP، اللي هو General Domestic Production، اللي هو الانتاج العام. الانتاج العام ده فيه الانتاج اللي هو كل البضائع وكل الخدمات اللي بتقدمها الدولة، تمام؟ ده انخفض من سنة 22 لسنة 24، انخفض من حوالي 4.2 نمو. النهاردة النمو في حوالي 1% نمو السنة دي. الارتفاع الفايدة المفاجئ في أثر تأثير كبير في السوق الإنجليزي. كمان النهاردة ارتفاع الأسعار الطاقة وعدم الحصول على الطاقة بسهولة، ارتفاع نسبة المهاجرين أولا من أوكرانيا لإنجلترا. إنجلترا النهاردة بتدفع لكل أوكراني وصل لإنجلترا عشان يقدر يعيش لحد ما يلاقي وظيفة بتديله 375 جنيه استرليني شهريا، دي بتعادل حوالي 12 مليار جنيه استرليني سنويا، تمام؟ دي النهاردة كل هذا عبء على الخزانة البريطانية. أدت إلى هذا كمان أن الهجرة الغير شرعية اللي بتيجي لإنجلترا جاية من فرنسا وجاية من سوريا وجاية من بعض البلاد الأخرى، دي ما أدي عبء على الخزانة البريطانية. يعني في سبيل المثال النهاردة في 5000 مهاجر غير شرعي وصلوا لإنجلترا في خلال الثلاث أسابيع اللي فاتت منذ الحكومة العمالية وصلت. الحاجة الثانية الخطيرة التمويل الغير مباشر نتيجة الحرب بتاعت إسرائيل وغزة، تمام، على غزة، وتمويل الغير مباشر من إنجلترا لغزة. دي تمويلات النهاردة أو شبه تمويلات سياسية وليست لها علاقة بالاقتصاد. استغلال السياسة لإظهار أن رئيس الوزراء بيبين بطولة فيها، ده أثر تأثير خطير على الاقتصاد الإنجليزي والاقتصاد الأوروبي. بالتأكيد لأنه السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فالتأثيرات السياسية ألقت بظلالها على التغيرات الاقتصادية. يمكن ده يا دكتور هيخلينا ناخد الحوار لأهم الإجراءات من وجهة نظرك، وكمان الخطوات اللي من المتوقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن يتخذها في الفترة القادمة. رئيس الوزراء البريطاني هو النهاردة هيتخذ إجراءات
أنا في رأيي الإجراءات دي مش هتبقى زي هتبقى إجراءات مسكنة لوقت معين إلا إذا كان اتخذ إجراء أساسي ومهم. الإجراء الأساسي اللي عنده إن هو رفع الضرائب. يعني النهاردة إنجلترا في التعليم الخاص أو اللي هو البرايفت إدوكيشن، المدارس اللي هي ده تعليم مفيش فيه ضرائب عليه. النهاردة هم بيفكروا يرفعوا ضرائب على التعليم ده، بيرفعوا ضرائب على في الحاجة اللي هو الرجال الأعمال اللي هم بيبقى بيسميهم اللي هو مش عايش في إنجلترا إنما بيروح ويجي لإنجلترا ما بيقضيش أكتر من 90 يوم في إنجلترا، تمام؟ ده النهاردة بيحاول يرفع الضرائب، بيحاول يرغمهم على ضرائب. العقارات اللي مملوكة برجال الأعمال أو الناس المغتربين النهاردة دي لو هي بتأجر العقارات بتاعتها في إنجلترا، الإيجار أو الدخل ده كان بيبقى فري، ما فيش عليه ضرائب. النهاردة هم هيرفعوا، بيفكروا إنهم يرفعوا ضرائب. هو رئيس الوزراء البريطاني بيبين المشكلة، ويمكن وزيرة الخزانة البريطانية بتبين إن المشكلة كبيرة قوي. ليه؟ لأن عشان تحلل رفع الضريبة اللي موجودة، المشكلة دي مش جديدة، المشكلة دي موجودة، تمام؟ لأن هو جزء من السياسة اللي أخدتها إنجلترا. الحاجة الوحيدة النهاردة إن تجعل الاقتصاد ينمو مرة أخرى هي وقف الحرب الروسية الأوكرانية ووقف التمويل ووقف الحروب وإيجاد حل سلمي في قطاع غزة، تمام، مع إسرائيل. بص، النهاردة أوروبا في حرب غير مباشرة، وتمويل الحرب هو له تأثير غير طبيعي على الاقتصاد، لأن الاقتصاد ما بينموش، لا ينمو بالقدرة الكفاية إنه يقدر يمول ده. رفع الفايدة، فايدة عالية، الفايدة العالية بتقلل من النهاردة بيبقى فايدة عالية، طاقة عالية، استهلاك، تمام، ضعيف. كل دي العوامل دي بتؤمر على عوامل اقتصادية غير طبيعية. فالنهاردة في حل مهم، لازم الفايدة يخفض الفايدة، وفي احتمال كبير ان في اكتوبر الفايدة تنزل تاني يمكن بنسبة 0.25%. الفيدرالي الامريكي النهاردة في احتمالات كبيرة انه بيخفض الفايدة 0.5% في سبتمبر. نقدر نقول يا دكتور محسن ان كل دي سيناريوهات مطروحة خلال الفترة القادمة لمعالجة هذه الأزمة. بشكرك الحقيقة جزيل الشكر دكتور محسن سلموني، استاذ الاقتصاد بجامعة لندن، شكرا جزيلا لك. تسلم عينك، شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، يعني هننتقل مع حضراتكم الآن لختام هذه الحلقة من مال وأعمال. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.